أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه اطمأن على توافر جميع السلع الأساسية بمعرض أهلا رمضان وبأسعار مخفضة. جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء لمعرض أهلا رمضان بأرض المعارض بمدينة نصر، وأشار مدبولي إلى قدرة الحكومة على توفير كل الاحتياجات داعيا لعدم التكالب على شراء المواد الغذائية. شهر رمضان المبارك على الأبواب، بيبقى دايما يعني هناك يعني الاستهلاك بيبقى بنسب اعلى شويه من المعتاد، فالحمد لله يمكن اطمأنينا على يعني توافر كل السلع من كل الشركات الكبيره اللي بتنتج كل المنتجات. الحقيقه موجوده باسعار يعني اكثر من ممتازه. النهارده في نسب خصم كبيره جدا بتصل الى 50% في عدد كبير من السلع. يعني وخليني يمكن اتكلم ببعض يعني المنتجات بالذات اللي كان دايما بيثار يعني عليها موضوع الاسعار والسلع بتاعتها، وعلى الاخص موضوع الدواجن. النهارده يمكن اسعار الدواجن اللي موجوده النهارده واللحم، كان يمكن عشان يعني نعالج الفجوه اللي كانت موجوده في الانتاج المحلي، الحقيقه استوردنا كميات معينه من الدواجن علشان تقدر انها تغطي احتياجات السوق، والحمد لله النهارده متوفره باسعار يعني جيده جدا جدا وفي متناول المواطن. نفس الكلام لكل انواع السكر والرز والزيت، والحقيقه كل السلع اللي ممكن ان شاء الله المواطن والاسره المصريه هتكون في احتياج ليها على مدار شهر رمضان. ولكن انا عايز اقول واحنا واقفين النهارده ان احنا وصلنا الى اكثر من 552 شادر على مستوى الجمهوريه.